السلام معكم كايجي فيديو جديد عاوتاني. البارح رايوت جيمز دارت واحد اللايف لمجموعه ديال اشياء جديده غادي تحطها من دي مود دي جو جداد من بزاف الحوايج. ما تفرجتش عليه اللايف كان فيه ساعه الصرف الصباح كنوض كنلقى فريدي شي نفرتك بزاف كل خبر في جيف فحاولت نجمع كاع داك النوفوتي اللي دات له حمر رايوت جيمز بعجاله. اول حاجه لولا دار بالعربيه زعما قالوا والو على السيرفرز ديال الميدل ايست. كاين عاوتاني ايرث مود غادي يجي واحد السيمانه. هذيك ايرث مود غادي يكون كلاسيك. كاينه سينا اللي غادي تخرج شامبيون جديد. اليمنتال تشينجز ديال فيك شاتو اللي تقتلهم غيوليو انفلونسيو الماب بصفه عامه. بالنسبه لتيم فايت تاكتيكس، تيم فايت تاكتيكس غادي تخرج في الموبيل في التليفون ريبل باك. كاينه واحد الجو بحال اللي بنيت موبايل سميتو وايلد دريفت اللي خرج فيه انكد ولا لا مازال ما انونسيوش. تخرج عاوتاني فايتين جيم ستيل ديال ستريت فايتر. تخرج عاوتاني واحد الجيم سميتها بروجيكت اي. هاد بروجيكت اي غتكون فيرست بيرسون شوتر انيميتد سيريز سميتها اركين. رجع لاطار الشامبيونز واللور ديالهم. الكارد جيم سميتها ليغو فرونتيرا. عاوتاني بروجيكت اف. بروجيكت اف داير بحال نيت بحال بروجيكت اي سميتها بروجيكت اف. معرفتش علاش سماها بروجيكت اف. فهي هادي التطويره اللي كتبان ليكم بحال قلتي ام ام او عرفت اوبن وورلد. داكشي كتخرج جات واحد الماب ديال رونتيرا كامله. وقيل هذيك الماب ديال هاد اللعبه هادي بروجيكت اف. اني واي ما تنساوش ديروا سبسكرايب لايكوا الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد. بيس.